عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية جديدة بنقابة المحامين ضمن جلسات الحوار الوطني والتي أطلقتها خلال الفترة الماضية، وتناولت الجلسة الاستماع لآراء المحامين والشباب فيما يتعلق بقضايا المحاكم والتحول الرقمي، واستمع أعضاء التنسيقية للمقترحات المتنوعة التي تهدف لتحسين النظام القضائي مما يسهل طبيعة عمل المحامين في المحاكم المختلفة ويدفع بالنهاية لتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطريقة أسهل وأسرع. النهارده يعني بقيم الجلسه دي ان هي من اهم الجلسات الحوار الوطني اللي مرينا بيها في الاسبوعين اللي فاتوا، لان هي يعني قابلت فئه مهمه جدا جدا جدا، وهي فئه المحامين. ليه فئه المحامين مهمه؟ لان فئه المحامين هي الفئه اللي محتكه بكل المواطنين. الجلسه النهارده كانت مهمه جدا، المحامين النقابه اتكلموا عن تغيير قانون المحاماه، عن فرض الضرائب والرسوم اللي هي المختلفه في المحاكم، فالجلسه النهارده كانت ممتازه، احنا اخذنا منها التوصيات بتاعتهم وان احنا هنوصلها نطلعها للقاده السياسيه، ده دورنا. بما ان المحور السياسي في الحوار الوطني في جزء مهم جدا بيتكلم على النقابات المهنيه، فكان الاولى ان احنا نيجي اكبر نقابه في العدد والتاثير. استمعنا الى الكثير من الموضوعات والحلول كمان اللي طرحها بعض المحامين، طبعا في بعض المشاكل اللي تتعلق بالمواطن والمحامي والتقاضي. ان شاء الله احنا سمعنا المشكلات دوناها، بنعرضها على اعضاء مجلس الشعب والشيوخ بتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وصياغها وطرحها على الاداره الفنيه للحوار الوطني.